نمت منين؟ لا ما قدرت. كيف ملاقي حالك؟ موجوع من شيء؟ لا شغلته بسيطة. نفسي أنا الحق علي ما كان لازم نستفز عزام بشروطنا، كان لازم نمرق له إياها هالمرة. لا يا زلمة لا تحكي هيك، اللي صار صار. شو ناوي تعمل؟ هلا عزام على الأغلب مفكرني مقتول. الحمار كان لازم يتأكد من هذا الشيء، وعلى اعتبار إنه هيك مفكر معناتها فيني أسبقه بخطوة، وهي الخطوة رح يكون فيها آخرته. عزام صار خطير، خطر على كل شيء. لازم يروح. أكيد وبأسرع وقت، لأنه إذا ما تصرفت رح يكون في مرة تانية، وبالمرة التانية رح يتأكد إني متت ويفضي كل مسدسه برأسي. في شي ببالك؟ إيه أكيد، بس عم أطبخ له إياها هيك على رواق. أنا معك. لا لا ما في داعي أبدا، خلص أنا بحله. أنا بس بدي أتغالص عليك شوي، يمكن ضل كم يوم عندك بالبيت هون. لا أكيد طبعا، شو تتغالص علي؟ أصلا ما لازم تطلع، خليك بالبيت لا تطلع أنا برأيي. ولا يهمك عرام، لا تفكر بهاي القصة، هاي شغلتي بعرف شو عم بعمل. أنا بس يمكن أحتاج سيارتك الثانية تضل معي بس هالفترة. إيه أكيد أكيد خليها معك.